دعما وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال وإعلاء لصوتهم، اعتصم فلسطينيون في مدينة البيرة مطالبين أحرار العالم بالتحرك لإنقاذ حياة أكثر من 10,600 أسير في سجون الاحتلال، من بينهم 95 أسيرة يعانين ظروفا صعبة، آخرها ما سرب من رسالة للأسيرة القيادية خالدة جرار التي يعزلها الاحتلال منذ ما يقارب الشهر في ظروف صعبة جدا. احنا في كل اسبوع بنيجي بنعتصم عشان الاسرى، لانه هذول اسرانا هم الشموع اللي بيضيئوا لنا الطريق الى النصر، فيجب ان نهتم بهم وان نقف معهم ونناضل من اجلهم ومن اجل اطلاق سراحهم. المشاركون في الاعتصام تحدثوا عن حرمان الاهل زياره ابنائهم منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما ابدوا تخوفهم على حياه ابنائهم في ظل انتشار الامراض في السجون وقله العلاج والطعام الجيد او حتى توفير الالبسه لهم. اسرانا واسيراتنا اللواتي يعيشون ظروفا صعبه جدا، واهالي الاسرى ايضا يعيشون ظروفا صعبه جدا، لانه احنا يعني مش قادرين نطمئن عليهم، مش قادرين نتواصل معهم، مش قادرين حتى زيارة محامي يمنعوا زيارة المحامي. ولعل أبرز شاهد على أوضاع الأسرى داخل السجون هو أحوالهم عند الإفراج عنهم، فأوزانهم تناقصت بشكل كبير وبعضهم خرج لا يقدر على المشي. هناك مسلكيات وتصرفات وإجراءات وتنكيلات بحق الأسرى لا يراها أحد في الغرف المغلقة وفي غرف الزنازين وفي زنازين العزل الانفرادي والجماعي، حيث يعاني الأسرى أوضاع كارثية، وكذلك ما يجري في معسكر ستي ديمان تحديدا بحق أسرى من قطاع غزة والذين أجرت لهم عمليات بتر لأطراف بدون تخدير، وقد ارتقى منهم العشرات من الشهداء وأعدم العشرات و24 شهيدا ودعنا داخل السجون الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر. وبحسب مؤسسات الأسرى فإن إسرائيل تخفي قسرا آلاف المعتقلين من قطاع غزة، بعضهم استشهد في الأسر وبعضهم يحتجز في معتقل سيديتمان ويتعرض يوميا للتنكيل والتعذيب. سياسته وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بحق الأسرى تهدف لكسر معنويات الأسرى والنيل من صمودهم وتحويل السجون إلى أماكن للموت البطيء. نسرين سلمي، رام الله، الميادين.